سلام، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وحوالكم طيبة، ومرحبا بكم معي في فيديو جديد. كيف كتشوفوا بنحضر معكم اليوم هاد الكيك التفاح. انا شخصيا عشاق الكيك ديال التفاح. الا كنتو بحالي بقى معي باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. المقادير بسيطة كيف كتشوفوا. غادي ناخدو العبار بالكأس ديال الياغورت، لانه هو باش غادي نعبروا الزيت والسكر والدقيق كذلك. اول حاجه في وعاء غادي ناخذوا هذاك الياغورت الطبيعي. هنا ممكن تستعملوا اي نوع ديال الياغورت كتفضلوا، ممكن تستعملوا الفاني. غادي نضيفوا هذوك جوج بيضات وساشي ديال السكر فاني. ثم غادي ناخذ السكر وغادي نعبروا بالكاس ديال الياغورت. غنديروا الكاس الاول والكاس الثاني. من بعد غادي نطربوا هاد العناصر مع بعضهم جيدا لمده 3-4 ديال الدقائق. بالنسبه للزيت غادي نضيفوا نصف المعيار ديال الكاس اللي استعملنا من قبل. وغادي نضرب من جديد حتى ينتج الخليط. ثم غادي نضيفوا الدقيق. غنضيفوا الكاس الاول، من بعد الكاس الثاني، ثم الكاس الثالث. وغادي نضيفوا الخميره الكيماويه وغادي نطربوا من جديد. هنا انا نسيت قبسه الملح، نتوما ضيفوها مع باش تكونوا كطربوا السكر. انا من بعد ما ننسج الخليط غادي نقطع التفاح. انا التفاح غادي نقطعه شرائح رقيقه. من بعد غادي نصبوا الخليط ديالنا في المول. انا كنستعمل غالبا الورق ديال الطهي، نتوما ممكن تدهنوا المول بالزبده وترشوه بالدقيق. هذا هو القوام ديال الخليط ديالنا كيف كيكون. من بعد ما فرغنا الخليط كنحاولوا نضربوا المول ديالنا مع سطح العمل بهذا الشكل هذا باش نخرجوا الهواء اللي كاين والفقاعات اللي كاين في العجين. ثم غادي نبداو نبسطوا التفاح ديالنا بالشكل اللي حبيتو. انا غادي ندير الشكل ديال الورده ونستمر على هذا النحو حتى نكمل التفاح اللي عندي. انا تقريبا خديت تفاحه ونصف.
هذه مسألة اختياري، اللي بغى يضيف اللوز مهروش او اللوز مكسر من فوق، او لا تضيفوا السكر والقرفة كذلك تجي زوينة. انا اختاريت ندير اللوز هكذا. صافي كندخلوها الفران على درجة مسخنة على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة. بعد مرور 40 دقيقة كنخرجوا الكيك ديالنا من الفرن، كنخليوه يبرد تماما عاد نفرغوه من المول. كيف كتشوفوا الكيك ديالنا كيجي محمر والتفاح حتى هو كيطيب، كيجي هائل هذا الكيك، جربوه غادي يعجبكم اكيد. هنا بالنسبه للناس اللي بغاو يضيفوا شويه ديال اللمعان على الكيك من الفوق، غادي تاخذوا مربى المشمش او الخوخ، غادي تسخنوا شي شويه فوق النار ومن بعد دهنوا به التفاح من الفوق، كيجي رائع جدا كيف كتشوفوا هنا. من بعد ما فرغتوا من الكيك كيجي هائل. انا خديتو هنايا، ديتو معايا الجرده، صبنا قهوه خديتو معايا ديناه. وهذا كينتهي الفيديو ديالنا، كنتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها وتخليوا لي لايك الى عجبكم الفيديو، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلامه.